من قال هذا عن أصله أو قال مات فقد كذب. ما أحوجنا أن نردد هذه الكلمات في وسط شعبنا وأمتنا حتى نذكرهم بعزتهم وتاريخهم المجيد. فأحمد الله أن كرمت من طرف هذه الجمعية والتي أسسها الشيخ والتي حفظت لنا ديننا وتاريخنا ووطننا، فلهم منا خير الجزاء. وأشكر الشيوخ والقائمين على هذا التكريم، نقول لهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه. هذا أنا فقط كنت مثالا لموقف الشعب الجزائري والجزائر مع القضية الفلسطينية، أنا فقط مثلت موقف الجزائر وكان لي الشرف. أحمد الله، نحن قاطعنا نائب الكيان الصهيوني، قاطعنا ولم ننسحب، لأننا كما قلنا لا نريد أن نوسخ أيديننا به ولا نعترف بدولة إسرائيل التي تقتل الأبرياء والأطفال وتشردهم وتحاصرهم. كنا ننسحب سرية واليوم ننسحب علانية، لأنهم هم نحن هم من يستحون، هم من يقتلون الأبرياء، هم لا يشرفون الألعاب الأولمبية بقيمها ومبادئها. فلهذا فيجب على كل الشباب أن يستمروا في مقاطعتهم حتى نحرجهم أمام العالم ونضيق عليهم كما يضيقون على إخواننا في فلسطين. ولنا في القدس أيضا قضية، وهي حتى يعلم الشباب فإن بيت المقدس هو بيت المسلمين وهو الحرم الثالث وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو مصر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا به. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا. فعلى شبابنا المسلم أن يذكر تاريخه المجيد وعزته وأن يرفع صوته أمام العالم ويفتح صدره ويفتخر. فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أدى الله الله. فبارك الله فيكم وشكرا للجميع. شكرا.